كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف تكتب ثقي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذقيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يثمثن سلام ربي في اللون وقيذ المجلس ويس 54 من مجالسي شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي يقموثن دوك سقواس 771 للهجرة مازال أكد العنوان مقران اسميس الكتاب السادس يعني في التعادل والتراجيح الناد الموضوع عقي يسعى القيمة ثم قرانت أي غر أخطر ذا غرفال يتميزن ير الأدلة زمر غادينيغ الموضوع عقي أخطر وأهم موضوع يكذي الشرعيث الشريعة سمثة أكن مثلا أصعب موضوع أخطر موضوع ذوى أي غر خطر أدوض أغرفال أتسفيض كثي مسال ياكو فساد ثمسال تماكن نهضر ذي ثذويلة الدرس نعدان نناد ذي الشريعة نسعى الأدلة أشيني غل القرآن الكريم 60 حزب الطاهر 6236 آية لانت آيات الأحكام هضرت فلاسنت آيات الأحكام ذي القرآن لانت آيات الأحكام ولكن الأوامر لن ألف لي زوردر الأوامر مدينة ربي أقيموا الصلاة آتوا الزكاة تقول الأوامر المنهيات لن ألف نهي الأخبار أما ما يحكوا ربي في الأقوام السابقة لن ألف والقصص والأخبار طبعا للاعتبار ألف من غل الأمثال يفكر ربي الأمثال مثل مديني وتلك الأمثال نضربها للناس أغدي وربي المثل أغدي وربي المعنى للعبرة ألم ترى كيف سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء إلى آخره المدينة وتلك الأمثال نضربها للناس لن ألف إقلان أحكام الحلال والحرام لن 500 فقط إلى آخر الآيات القرآنية لن الآيات إذ يفكان المعنى بالعبارة ما معنى بالعبارة يعني تغرض أتفهم تعرف تتفهم مثلا سيدي ربي يند أقيم الصلاة تصلي ثبان يند وآتوا الزكاة العشر نغفر رمضان يند كتب عليكم الصيام كتب فريضة ذو الفرض ثقي دلالين واضحة ولكن إلا وان دلت دلالة النظم إلا دلالة الإشارة إلا فحوى الخطاب لحن الخطاب إلا دلالة النص بعد تكشمض هذه الألفاظ إلى اللفظ المشترك إلى اللفظ الخاص اللفظ المطلق اللفظ المقيد والمطلق لابد أن يحمل يسع خمس مواضع فقط وكذا غربة وكذا سكانير خمسة
لو كان دين ستة كيني غلط دين ضربة كيني غلط خمسة عند التحقيق في قذقية كم يسنت نسلحو إلى مفهوم الموافقة إلى مفهوم المخالفة مثلا سيدي ربي ناد ولا تقول لهما أفين في الوالدين وقي المنطوق المنطوق حذر يتسين يظيم أولانيك أف ذاك أنا أشو نفهم ذا ينفهم المعنى يس ما إلا بذاك ينايك قضود ثغوسة نغيم ماك وسقر أف عيغ أفاقي ذيريث الزاي قريح قصيح إزمر يوان وسني قرار مولاني سؤوف ها معنى يخدمين نظن أي خدم لعجب وسني تسغر ولا يضيعيث نجاثني اللاز يبيث نسخم جمغارا السين طاعت ولكن كني جامد ديني غي مولاني أوف وسني نرى أوف ميخدم أيني غلفن أوف ذاكي ذا شد وقي قرنك المنطوق ذوا المنطوق ذاين من سلا أكيني كيني أتقيد بالنص جمذيني غي مولاني أوف ولكن لا وإن نظن بمفهوم المخالفة ومن باب أولى حذرت خضمض أيني غلفن أوف العقوق بعدين الفلاني عاقل والدي درجات أمشطوها كذوا ونسين أوف إزمر ثقشيش سيني مس سيقيد نصبيد سيني أوف أنت سوجيو كذا مشطوحة تخدميث وأيضا نظن سيني كو خدمة راه أوفاقي مولاني مي خدمين نظن بلك ثنيا ويسخم جمغارا ذي الطوموبيل سني فرح سن دياوي تفاح البنان يرنا ثين صغافار ذي العواشر شمس خسر غي مولاني مي تخدمض ثواغيث تخدمض ثواغيث إغلفن أوف في كذا كيثفن في كذا المثال خطر بسيط لأنه خطر زمني وليت أربين ولا تقل لهما أوف ولكن ميل أفاقي ذا مشطوح ممنوع فغيره حرام من باب أولى غيره مرفوض من باب أولى نفس الشيء أكينيغ يناد النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه نزمر نفهم رفع عن أمتي الخطأ المعنى يس الأمين جمت الشظ يعني جمت غلظ وقي معنى رفع عن أمتي الخطأ أور غلظن أور ستسون انسى ربي يعلم شو قلنا دي الأمة مش كي ثثث ولا شيء ولكن ماشي ذو قيد المعنى المقصود المقصود بالحديث رفع الإثم ورفع الحكم أما رفع الخطأ لا فهو وارد إذن هذه الصيغة في النص تقتضي أن نفترض تقديرا إلى قد ننوال المعنى يس الحديث رفع عن أمتي الخطأ نكدنيني رفع عن أمتي إثم الخطأ إثم الخطأ نرناد أرنو يجد نرنا ورسو مر الحديثة معنى يسمى شي تحريف لا لا لكن نريد زار الدين مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي إثم الخطأ يعني خطأ ودقررك لا وقي في دين الرسول صلى الله عليه وسلم نسينا رفع عن أمتي الخطأ يعني تدكني قلا والنسيان ثاثوث وما استكره عليه ما ينخدم حاجة بالسفلس ورسالة دنوف الدنوف رسالة ثلاث مو رسالة
بويد الاحاديث عدم جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، منها من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وثلا الرواية أيضا من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، روايتان. يوث وين أري عمذا صيض أذي عاسمانيس باش كذي عاسمانيس في خطر ما يغلظ يغلظ هذا نوي الحديث أجد نغثورة الحديث يعني سيدي ربي ويتحسب أرى ونسعر لثم ما نغلظ نشظ ما إلا نتسو تاتو تظل إذا نتسو ذيك المغرب ساعة ثلاثة يزمان زاد أربعة رقعت سجود تثوث سجود السهو إما ذي لي قبلين غادي لي بعدي يا كثير مسألة قلت ذي الفقه. إذن ذا شو نفهم سي الحديث هاكي رفع عن أمة الخطأ، هل يمكن أن نقول المقصود من الحديث أن الأمة لا تخطئ؟ هاشين لا، هذا لا يتبادر إلى الذهن. لماذا؟ لأن الأمة تخطئ عادي، الحديث يناد حديث وايض يناد كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يك إمذانا لا غلظنا تشظن ولكن أنوي المخير ديسو قاد ثوفن وقاد يغلظن بعد ثوفن ربي يعفو يغفر يوين يشظن يوخر. إذن ذا شو نفهم سي الحديث إلا كنخدم التقدير، المراد رفع عن أمتي إثم الخطأ ثلاث ميكانيك توكسن وإثم النسيان انتثوث وإثم الاستكراه يون إذا كان مكره. في غادي نقبل لي اليوم يقارن الدلالات، دلالة النص، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، في كذا قيا كل أنت مازال ولا غرصنت نغاوند باللي مازال قريبا نفك الكتاب الحمد لله، مازال الكتاب السادس دوا اللي هو في التعادل والتراجيح، من بعد أنكمل الكتاب السابع عنقارو وإن شاء الله ما يرضى ربي قبل رمضان أنفك أعظم كتاب في علم الأصول سقو اسمي يدفغ العلم قيس القرن الثاني الهجري من أول مؤلف للإمام أحد للإمام الشافعي كتاب الرسالة إلى الآن، ورسالة تمثيلة كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. ثورة أقل غسقذ المجلس نغثي من اللي في صار 54 أنكمل عن داد نبض أشو دينا المصنف ولا ترجيح في القطعيات. التراجيح ندغر فالة ذي الميزان ذي الميزان ذي الميزان صح. إناد ولا ترجيح في القطعيات نكون يشد نرنو أديني المقصود من هذا الكلام لا ترجيح في اليقينيات سواء كانت نقلية أو عقلية أو علمية، لا يمكن ولاش ترجيح. أحكي لك مثلا ذي قانون الجاذبية، قانون الجاذبية فاقي سرح غاس كانت صبت ثلا إلى قانون الجاذبية بعد مسناون ذي الفيزياء ذي الفيزيك زران أشحال السرعة لا فيتاس ثلا إلى الميزان لا فيتاس ما إلى 10 متر 800 متر المسافة مزورو ثم في السنات السرعة ينس تختلف 9.8 ولكن بعد ذلك أترنو ذي السرعة في كذا كي ودي غدي السحارة ذي أدنيني في قانون نربي العلماء اكتشفوه العلماء شو خدمان ودبونا را جديد بظن سننت سنن القانون هاكي هي سنن سنسمي بلغة الشريعة سنن ولن تجد لسنة الله تبديلا لكو السنظ آلي صبت صب إلا قد صب قانون الجاذبية ذي الجيولوجي في علم الجيولوجيا طبقة الأرض
ذي في البحر يوثدو يفور ضاضو يسعى القانون مولاش هادي الظلم في البحر تعاقب الليل والنهار في كذا كلها شروق الشمس إذا ساد شرق كلمة دي وضع العلامات الكبرى ما تتفدل كل حالة إلى في كذا اسمي سنت الشيخ البوطي الله يرحمه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي سعى كتاب اسمه كبرى اليقينيات مقل كولاد العنوان أشكيث كبرى اليقينيات ذي اللغة لا أنت اليقينيات الفاعل مرفوع هذه قيم مرفوع ميلة خدمة منصوب معنى تغلظ ولاش ذيك الكلام المفعول به يكون منصوب أمشري للصفة الحال العطف المعطوف يكثم سلاقي المضاف المضاف إليه قواعد قواعد لغوية معروفة يكفى الشغليس في علم الرياضيات في ولكن اليقينيات ذا قد يقر القطعيات إن كان ديني نكون إذا قمنا خمس شرحة ديني القطعيات في كل شيء القطعيات في المجال النقلي في النقليات يعني في الوحيين في الكتاب والسنة وكذلك الظنيات زري غير من خدمتي كلتني عدان نخدم مسألة العول ذاكي الاجتهاد خدمي سنخات العول لا معلش لاحظوا معي مش نخدي مرة ثلاثي البال نخدمك وفي عقد الاستصناع وفي قذاكي أسأل أين يسمح له قد يذنيني يلا فيرتويال إيماجيني سدكان يموث ورقاز جات تمطوثيس زوجة شفو ثاس إيجاد سناث يسيس سناث إيجاد يمس يمس نتسا إيجاد فافاس يواس نفضي ويدي اش حالة سنفكي ثي ثمطوثيس ثمطوث بوني موثن الثمان صحيح ثم خلف مرة أي غير باسكو القرآن الآية 12 إن الثمان إذن أن ويتيام ولاش الخلاف متفقين خطر الساعة الدرية الساعة سناثي السيس صافي ثمطوثيس الساعة أن ويتيام لو كانوا الساعة وري ساعة الدرية اش حالة ثاوي أنكار هذا نمس فهم الربع انكار ان ويتيام ذايا وزما دي نضو ذي عزازقا ان ويتيام ذي مكا انكار لا لا عزازقا نغمكا كيف كيف خطر النص قطعي نهضرتي قلتني عدان النص القرآني قطعي في الثبوت ولكن في الدلالة يحتمل القطع ويحتمل الظن أما النص الحديثي السنة في مجملها قطعية من حيث ثبوت ولكن في تفاصيلها هناك القطعي وهناك الظني في الثبوت أما في الظن فالقرآن والسنة سيان نجد نصوصا في القرآن ظنية الدلالة وأخرى قطعية الدلالة ونجد في السنة أيضا نصوصا حديثية قطعية الدلالة وظنية الدلالة إيه فلا شغل أين دني غاكا لا يعارضه معارض ولا شو دينين سيغرين نظن أكي قل له ولاش ديك سوال تيكا ديك قطعيات لازون انترديت أدين غاد في كاراي تيكي ثبانا ميطج دايم ولكن أرجو ثورا نهدر نناد ثيم ثمطوثي الساعة ان ويتيام نمس فهمك جمان مخلف يسيس شحال راوينت يسيس سنه تقشيشي ثلثين دو تيير دو تيير نمس فهم فكيد الدليل فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ثلثا معناه دو تيير هذا ندغ نمس فهمه ولا شوي دين كسار راي وايض ارنوث اي ماس اي ماس بني مثن أم المتوفى أي غير السدس خطر ضرب ديننا هالنص واضح ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ذا نغد ولد أكدنا القرآن وننفي مارث عرضه كنما يسعر الميس لا لا مريس على الدريا
الولد يزما ذي ذا قشيش نا قشيش مي في العرف كني عندي زوج ولاد وثلاث بنات نسى الحقيقة الولد أقشيش أو تقشيش كيف كيف صافي في كمستي ستة واضح لأن الأم ترث السدس في حالتين الحالة الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا والحالة الثانية عند وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا إخوة أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم أو مختلطين نمس فهم الأب شحال بابا شحال رياوي الأب كم يرث كيف كيف زائد الباقي تعصيبا أي غر لوجود فرع وارث مؤنث يقول هذو راه قطعيات أما كديني شحال المغرب نطرك على ثلاثة زعما كي قلنا ماشي ثلاثة أربعة لا يوم بوارث قسم ست القطعيات ولاش التعارض ولاش يوم بوال ولكن الأب يسعى زيادة مادام ذا ذا مع شد يقران أثيوي صفر نص وايض أم زوارو عن طريق الفرض لانسيزيام السدس الثاني أثيوي عن طريق التعصيب نمس فهم ثور حسين نظن أي سفرد كان المضاعف المشترك الأصغر وحد المقامات يعني أصل المسألة 24 إلى 24 غير ماشي 18 غير ماشي 12 غير ماشي 16 شي كيون 24 نعم صحيت هي قيمه كذي ايوتيام كمل كان ايوتيام اكو سيزيام ديجا تختار الان سيزيام يا ورد النظار دو تيير ندال انت الثلاثه ني يبقى سي ماتيماتيكي بشكل يوين الا دو تيير الا انت دو تيير دينا البنات سانت دو تيير تدف ديال دار صحيت لو بلو كرون سي ان سيزيام خاطر يور ثلاثه اكو سته سلغة ينسى الرياضيات لو بلو كرون اكيد دينا دينا كيشو دينا مي سلغة الفرائض شنو علاقة التداخل ثلاثة تكشم دي ستة صافا نطف ستة ثورة من نطف ستة كو ثمانية ان ويتيام ان سيزيام كمل كان داك استقبايلي في سليمات الي شويط عندنا كاستقبايلي أرجوك كمل غير نسمع بعد صاروري أكيد نعم ماشي الخير صحيت إن نعمة إن نعمة ماشي الخير هي شيني بروف دو مات؟ تغرض لي مات صح ثورات صدي لا فيرسيون نظن بون ثبت سيدا ذا شو لا ميثود دينيك خوص شطح الحال تفضل معلش هذا شو ذا قيد ذي شوف علم الفرائض أكو ذي ماتيماتيكيين الحون ذي لو مراجي داير أقرب مادة إلى علم الفرائض لمات إي ذا قيد قرنس الوفق ما عدا الواحد صافي الله قد أفض دو العلاقة بين ثمانية أيوتيام ثمانية المقام وستة هي علاقة التوافق خط لنت ربع العلاقات العلاقة التداخل علاقة التوافق علاقة التماثل علاقة التباين أو التنافر علم الفرائض قوي جدا في قذقك كعونت لذلك علم الفرائض ونسى عن عقلية رياضية مثيفة ما اللي يخص لما تنغي الزيث في الناس إذا روح يتعلم القواعد دي علم الفرائض كعونت 100% حفظيت انت كانت انت فهمض أتسوى الله ما كان صلحي التريسيتي كلش ولي خلص التريسيتي بلا ما يهضر غدا لما تشعل تفاف
يسنو كم يسدوك الخيوض. كذلك هذه علاقة التوافق لازم عدم الزوجي عدم الزوجي، مش كما علاقة التنافر علاقة التباين عدد فردي عدد زوجي. أضفض مثلا ثلاثة أو ستة، أضفض وقي علاقة تدخل، أضفض أربعة أو خمسة مثلا، أضفض خمسة أو ستة، فقي علاقة التوافق إلى قضي الوفق يرسن ويت ديفيزي بار دو ذو قيل الوفق تروا تروا فواسيس ديفيزي بار 8 ديفيزي بار 2 4 فوا 6 24 نغ 6 العدد الثاني ديفيزي بار 2 سي 3 3 فوا 8 24. يعني ناخذ مقام الكسر الاول نقسمه على الوفق والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني، او ناخذ مقام الكسر الثاني مقسوم على الوفق اللي هو 2 معدل 1 2 الناتج وهو 3 مضروب في مقام الكسر الاول 4 يعني 24. صافي وحدنا 24 24 فلا سوف تغتر الاسهم اشحال ثوي الزوجه ان 8يام 3 ان 8يام 24 سي 3 شوفوا ثاس 2 تيير نتاع 24 حقق لا لا 16 خاطر ثاقي بارمي الاخطاء صحنك رويت بالك 100 لي زيتيديون بالك يداوين 20 40 سيدي اكيني دو تيير 24 سي 8 ثاقي بارمي الاخطاء مي هي 16 صح خاطر 24 فوا 2 48 ديفيزي بار 3 16 هذيك هي 16 مكويه تساوي 8 سنه تقشيشين الام كم تاريخ ان سيزيام 4 الاب 4 كي نجمعوهم 3 اي 16 19 اي 4 23 و 4 27 ثورا مخلف لو اليوم كنا مسفهم مثل لقنا شدي الخلاف امشي انا خمس ثورا ذاك مساله تحتاج الى نظر في مزوره نيوك الصحابه مسفهمنا اتوك نهضر انو غال رذفيره ذي زمان الصحابه مسفهمني ياك السميد ديال الثاقي مخلف الى قد مخلفنا الى قد مخلفنا الى قصد دفن في فراث خطر ولاش في فراث ذي القران ذي ولاش ولا ذي السنه وسار في فراث الى قد يكشم الحساب ذاك وثم زور ثي قدران صدر ذي الزمان عمر بن الخطاب فين تفيث فرا بالمناسبه يوك ثيلوفا في جديدين راي ظرون سي عهد الصحابه غال مثل يردونيس ظران توك ذي عهد الصحابه ياك لكل ثورا وني اليز ونسارك لي بروبليم او الصين الشعبيه سنفضو نورمال ياك لي بروبابيليتي اكزمات ظرونت ظرانت داين او نسعنا جديد ياك ولا شي جديد ذي الزمان عمر بن الخطاب ذنسا طسن تلوفا كفرا سموثي والسجاد سناثي استماس أكد ورقازيس أدنيني سجاد ستين الغمان ما يلا يساد ورقاز تمطوثني أدني أدني 40 ديال باش أنا من سعر الله فيرغيل إيجاد سجاد 40 الغمان سجاد أرقازيس أكو سناثي استماس أم كيف تنبضو 40 الغماني ما يسد ورقازي السفحة أش حال ستفكم النصف أش حال 20 الغمان نسي بوي 20 الغمان وسنت دلي دوسور سناثي استماس إلا قد وينت أش حال دو تير سوف غير زير دو تير سي 40 الغمان أش حال قلها دو تير 40 انا 65 انا 65 علاش في كذا قلنا ما 60 الغمان دوني غير صغير نهضر في الغمان ما درقزني ديوسن دام زوارو استفقد شحال 30 خاطر ديال النفس اما الا دسنت قشيشين في 36 اشحال استفقد شحال قلق اصنف كي الغمان
40 خطر 60 تيلغمان فوا 2 120 ديفيزي بار 3 سي 40 في قشيشي لكن تفكاغ 40 الغمان أستين غولاند كان 30 سي فري أو با صافي نسعى لا كريز إما نخدم كونترير إما تسي قشيشين ديوسان تيس 30 60 الغمان أستفك دو تيار شحال راوينت 40 إما رديس ورقازيس أخيين كي فكيد النفس فكيد 30 الغمان أسين قران دي عشرين قران دي عشرين أخيين ذبرق الروح تحقر مي كان إن كيني ربي نايد النفس هذا ويغ النفس أي دفكيد 30 الغمان إساء الحق ذاقي عقابة النص القرآني سلاماس سيدنا عمر يحبس كان وقافا يجمع الصوح هذا ذا شو سنين ناي ورقازي سلاوي ناقي إناس لا أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر أورزري غارة وما رفكغ ذم زوارو ما يفكغن دوتير إثقشيشين إثيستماثين هذا وين ترفعين تقول إنت كان عشرين أرقز مادية سيني فكيد 30 الغمان عمر سيني قول إنت كان عشرين ما يسد انت ذا مزور وذي يوي 30 في 30 اسقار سيني كين في كيد 40 اسيني قول انت كان 30 صافي مشكلة اسمي سينور زريغارا انويق زور سيدي ربي انويق وخر صافي لقديك شم ولاغ لقديك شم تلي ماتيماتيك هديك شم الحساب فينا يجمع الصحابة ينتقد زيد بن ثابت إن ياس يا عمر أن عوذ الحساب نرفع المسألة تعول المسألة ونعيد التقسيم بشكل تناسبي يحقق العدل المطلوب باش تسيلي جوست خاطر بدي قاري ليكون جوست وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بعد سيدنا عمر نيس أعيلوا المسائل إفكاد سيني مسلاينا أعيلوا المسائل أم بعد فذان الصحفة سنادين ما هي المزال شغل رزداثة يكذي ماتيماتيكا ذا شوثنت للشغال الأصول التي تعول والتي لا تعول وكذا غذيون بشغل نظر مقر ما شاساكاثي دينيغ الدغال كان رث مسال تاكي ثانكالو هدننا صافا شحال نوفا ثم طوث في سي ساكو بافاس ديماس اشحال تبض 27 ثلا 24 في وض ثغال 27 ذا شو يضران المسألة عالت من المثضرة ذي زمان سيد علي يفرات سيدنا عمر ذيهين يخي الخلفاء هكا غيدوسان عمر بخطاب الخليفة الثاني صفي عمر يسد قبل علي بن أبي طالب أسمي استضران علي بن أبي طالب لقوس الجمعة يروح حد يخدم الجمعة ثم قريه تمطوثة قيت نياس فنياس يا أمير المؤمنين إموث ورقزي ويجيد نكس نثي السيس أكذ بفاس أكذ يماس سيدنا سيدنا علي ويسارة كالكاتريس لورديناتور نغا بورتابل يخدم حساب ذهني تقفري ذا اسمي ذا في المنبر يشقعس الجواب اسمس إنياس لوكا كون ديناتورا اشحال ثاوي ثمطوث ذاكي ان ويتيام نغا النافيام النافيام خطر ثلاثة سي 24 سي ان ويتيام اسمي ثغال ثلاثة سي 29 فشحال ثغال سي ان نفيام نغلا تروى بارابور 27 خطر ثلاثة 24 ثغال 27 اني عاوزا نفضو اين لنا كنين 24 نفضو في 27 ذايا نخدم ولكن يغال نتسات يصحي تسيد ان نفيام ذي تيدت ماشي ان ويتيام اكني قلاذي القرآن ولكن هذا هو العدل سيدي ربي جايغ الفرص أن نستخدم ما لا غنغ سيدنا عمر يفراس ذي زمانيس سيد علي رضي الله عنه يجاوبيت ذي الخطبتين
إن يس الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وإليه المآل والرجعة ولكل امرئ ما يسعى كل يوم نزرع ثياف الميشو سينا وصار ثمن الزوجة يجوز ثم طفني سديف كان لا كيستيون يريس لا ريبونس اس ام اس عن طريق الخطبة إن يسخميني أولي تساوي أن ويتيام أتصغر ذخميني أن نافيام بعد الصحابة نجمع الفلاسة بري الجمعة وقال نشد نسغ المنبر سمانا المسألة المنبرية أي غر باش خطر مشهورة يرنا يوثي قدران ذي الموندونتي لا يا نات فرا وذينا الصحابة سمين نجمعا الناند الأصل 24 الأخرين كتعولوا أكثر من مرة الأصل كذا الأصل كذا إلا الإكسبسيون الأصل 24 لا يعول إلا مرة واحدة من 24 إلى 27 وتسمى المسألة المنبارية سوالف كي عندك أنا ريزيم الدنيا غير كلش باش كان نزر باللي في كذاكي كبر القطعيات ثوري العظيمي كغار الفرائض ذا غير مسفهم قبل اللي السين لو شابيتر كنت مسفهم انا عندنا شي خدمه ذا يقول لها تبارك يخاطي الى قزنا في فراث والحمد لله الصحابه يزديوفان في فراث ولا ترجيح في القطعيات اكيد دينا المصنف اي غرض اشو دينا ان دلي عدم التعارض لعدم التعارض خطر اي تسنضيك سن الفلاني لا سورس كيف كيف النصوص كيف كيف ولاش الخلاف في كذا قيل قنطف ديك السنت دار ميم ديال القران الكريم ماشي ديالنا ربي ديال الايه السابعه من سوره ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات إلى آخر الآية يقول المصنف ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بعد شو دينا والمتأخر ناسخ سي نورمال دائما النص أراد يس المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سكواس عام ولكن اسمي دينزل هو ربي سبحانه ويتربصن بأنفسهن 14 يفراوال ثم طوثم بمثورقاز لعدين ربع شهور وعشر أيام هذا النص ناسخ للنص السابق يفراوال إذن والمتأخر ناسخ أي ناسخ للمتقدم إلى أن يقول والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة برمي إغرفال للترجيح كثرة الأدلة قطر في كوال أسيوس تمسلت ساعة تصل الأدلة ساعة تصل ثايض وساعة تصل الأدلة أنت قوانا كثرة سيني ساعة تصل الأدلة وقي برمي الموازين برمي الموازين ذوى كثرة الأدلة والرواة ميم الحديث أخيني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار زر مشاهد يروان شحال 112 من الصحابة 112 أي قرن للعلماء وقي حديث متواتر بلغ أقصى درجة الصحة كما يقول ذلك الحافظ العراقي في علم الحديث صاحب كتاب التبصرة والتذكرة بلغ أقصى درجة الصحة إذن وكما قال ابن الصلاح في كتابه في مقدمته المشهورة اسم مقدمة ابن الصلاح ما إلا التصفيف ديروان إلا بعض الأحاديث يرويه واحد ما إلا ننسي جلس في كزال مثلا سهم حصة الجدة
في الميراث يرواتد المغيرة بن شعبة وحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس بيس كان انتقل انتفنت هذا انتقل انتفنت وشوية هي الباقي إذن بارمي الترجيح إلى كثرة الأدلة والرواة أكيد مثلا هل تجوز الوصية؟ نعم تجوز لكن في الدليل أدين قال الله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا وصية لوارث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وقال في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير إنك إن تدع أدوض حديث أدلة أكين ثقيت ثبان تجوز ولا شيء سوى لك من يكون لك دوير سمحي في عقد مثلا في عقد الاستصناع سورتو دي زمان كنت سيدير خطاتورا نلفن تدعو قدثي مقرانين أكيني الطروك يلا شيني سادة خال شيني انتربرونور وقي ساكينة خال ولساري ذريمن شيني سال انتربريز شيني مرقع قاري انتربرونور بروموتور أتخدم من الطروك يا خاكا أتخدم من الطروك نتسيف كداخل كشات في النوض أم بعد نفس النفس لان ثمانية قراج نذي واربعة كشربعة لان ربعين لزابارتمون تعشين تعشين كشعشرين نزمد دي ثقي قاعدة مي زمر دي ظنو نكشف نوغ خماقيا كالقين شاكسي دونتي كذا تنقوسي هذا باش تساوض كش ثلاثين انت ذي وكال عشرة باش انت ذي ويسيني قراجين كش تساوض ستة نتولي خدي موالو شي خدم من كلش فراكين ريسكو المعامله كي صحيحه غلا قبلك تخدم من كونطرا يراون هادي يظل 1104 كيني وي لا لوا 1104 تهضر في الترقيه العقاريه اشيني فيزافي لا لوا جوست فيزافي الشريعه حبس روح لعقلي روح لعقلي ام بعد ذا غادي المرقي العقاري نروح المرقي العقاري في دوين النظام باغ اكزومبل سمحي لي اشيني فونت سور بلان ها يا سيدي البيع على التصاميم تورقت اكا اكا اش دي خدم كان البلان ذي ثوض ورث زديغ دوري زديغ كل شيء في البلان هل يجوز قانونيا الا 1104 الا البيع على التصاميم من بعد الذي القانون كتفكر 25% عند ابرام العقد وبعدين الاشغال الكبرى 25% في الدور الم 100% يدير في سوره ميمشي كيمشي العقد يدير الكاغوض ولا شياك اشو ثغل ثغل ولاش في الحقيقه بيع الرسومات وقال لي زونتربرونور ها انا شم ذي 1104 هذه راح جمع الجوامع مي فغي كون ديني الموضوع كي شوي وعر نعم دي وعر اي غار خطرا نسيولا كي تمسالي غي شغفن في الزماناكي اثنت نسعدي كغرفال مي ما هي المرجحات باش نكسس قال غنى غاما كي كون دني يونا ذي ولي اليوتيوب 4 مينوت كي نسنغ الشريعه تاكينا غير ولي الدوني تاكينا 4 مينوت ديال اليوتيوب اكيني ولا كي نسنغ الشريعه ياك كيهضو ربي كيهضو ربي تيخرط الشريعة ترونكيل سورتو دي الزمان قلنا وحزين الزمن الكئيب الزمن الكئيب كل شيء سال أقل من يوارسي ضرا خلوطة نعم هي عفور اروي كان بيروح يسلع قال ورد قار حرام خيرات سوسمة ذا ورد قار ما دي ضحلال بوركوا إلا قد فكر الأدلة ما دين حرام ضغف كذا الأدلة ماشي تغنى أنت يهوي يرنو يسكن الشاه يهوي كما نسان دان نظن فغير دين ثورتيك ولا نسحار شين يسمحك فون سير بلون لا يجوز واضح شين يجوز أم بعد المرابحة سيار لي فوت لا يجوز يجوز هامش الربح يجوز لا يجوز ويض يجوز أم بعد خلوطة خلوطة المهم والأصح الترجيح بكثرة الأدلة ولكن أحباس
بدينا كثرة الأدلة أن نستحضر ما ذكرناه إلى قدين من حيث الثبوت، من حيث الدلالة، دلالة الإشارة في الزوار، دلالة كذا مثلا، دلالة الاقتضاء في الزوار، مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة إلى قدسي صندغر فلقي. دلالة الاقتضاء مقدمة على مفهوم الموافقة والمخالفة، فهي قاعدة إلى قد تفهمض وتطبقض ما إلا في مضارع ولا كي ذاك كي ذاك هذا. لذلك الموضوع كي يلها غما ذي الفتوى، غما ذي الاجتهاد، استنباط الأحكام إلى آخره، بارمي إغرفالا إغدينا إناد، والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة. يكمل: وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. في كوال أتسعوض سن الأدلة اللي قلت تمثلت متعارضين، وإلا قررت أن تكسضي السن رجح مثلا أكيني ون وسي غد المغرب خمسة ونص مثلا، الشم غد في الخمسة وربع، الظل غير كاعتين والظل غير يونخيني الظل وغيرين الظل غير من المشكلة نكون هذا مخالفني راد مشتشاون خطر كوا ثلاث موسني سيلان الخلاف همي المشكلة انو اذا مشتشوني كوارا في كوالي ونت الزكارة الشيخ هذا يخدم الخطباتين ودي شمالي الظل غير كاعتين يهواياس الجزائر مستقلة وثان دي الجزائر ودي الجامعة تسلو يا أخي استقل الجزائر ذا الجمعة الشيخ ذاك يخدم الخطبتين نتسد ياس بيان سور دياس روطار هذه حرقك يحرق لاشين تخطي الرقاب اللي عدوك في الغاشي اثني عفساك هذه يوضر ذاك الله أكبر يخص كانس يخدم مكان الزيف قرح نغدا وليكي خاطر تصل الائمه تشتحين زيكي مغار نزيكات يحبس سيني حبس شكيون شكيون الامام يخطب كش تزود ركعتين اي زمركني ذنفي ديالنا هذه فرد فير النبي ذنفي ديالنا انا مثل شمض الجامعه زال ركعتين يا ولدك كيهضر ربي كيهضر ربي غراك اي غرا تشويشه غير لذلك وجه دين متعارض النبي صلى الله عليه وسلم إن يكمل شمض الجامعة زادر كاتين في قسم استحياء في المسجد ولكن ده غينا النبي صلى الله عليه وسلم النافلة بعد العصر لا سي العصر المذ المغرب وليش ظلت النافلة وصلى غيرها هذا نتور لقيت تعارض ثورة فك الساعة في فراثة الساعة في فراثة غرفان الشرعيث من نوذا الناف وينوذا يوفى موريف غير هذه نادي هذه خدم الرئيس هذه خدم الرئيس غادوس تسال صداره شو البنانة يظل العصر ثلاث ركعات يسلم المي بضر ذهن أرف الرأي يمكتد حقا الزول كان ثلاثة يوعي وانه يقال القرآن ينسى الشيخ ينسى شيد الشيخ يفكي يتظل ذن ينسى العصر زول ثلاثة من الميفاق غالمي وضغل سياس باظن إنيس ما شافك حتى واحد إنيس ولاش إنيس راح كي ديوالو لا ديون يا أخي اسمح حاس إذن داكي وأن العمل بالمتع جيت بين قوسين الدنيا كا ولا شي ذي الأصول ولا شي كان كا وأن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أو لا من إلغاء أحدهما سور داكي لا نلغي معلش تجاوز بعض الأمور ذو غلغ مسألة يرجح ويفكيغ دغرف الوايض اسمس يرجح بعلو الإسناد سلم ومقار دي علم الحديث الإسناد العالي السند العالي أي غردين شدنا العلماء لأن احتمال الخطأ فيما يعني ميل ذروس فيما قلت وسائطه
لو كان الشداوي ديون بوال الخبر أكيني غويتي ديننا ديان ذي الفلاني أثان كان دين سين الزمال ذي لي الصحة 100% إماكش من 14 يراون ويسام كرايوف قرن استقبالي شويط إلا أطاس يرنا إلا السند العالي إلا السندقي وين الخافض يعني مو الخافض خطر أندى إذا كثرت الوسائط كثر الخطأ وإذا قلت الوسائط قل الخطأ أدينيض جدي نايد حبس دين ملوك دينيض ينايد ميس عمي ميس دينا ميس خالي ميس دينا خالي خالي ناس دعمي عمي ناس دفافافا ناس جدي أخي نقول الله روح كنس العقل أتصفض بالك العجب ديننا أو غزيف وي سمك يا رديو ما بغا تجرب تجرب جرب الثيكوال يونسيني أديفك الخبر أخيني سيوضيف يون وين دلغة في سيوضي وايض مرا ديوغال رغورة كيك ديوغال دوايض نظنيك أخي درنا فلاك أخيني بشي ديننا لقد كنت فذرن دي سلسلاني أما كان قاردي الحديث عن فلان عن فلان عن فلان من العلماء الحديث أو سعاني غرفالن غرفالن من الضبط من العدالة سعاني شروط الكتب كي علم الحديث تؤكد عليها نغلا يلا ذا شو يفغى ديني ذاكي الدقار يرجح يعني يكون الترجيح بعلو الإسناد لماذا؟ لأن احتمال الخطأ يكون قليلا كلما قلت الوسائط من بعد شو يخدم دي الميزان أيضا إنه وفقه الراوي الراوي إذا كان وقيد أخذ الميزان إلا ونك ديروا حاجة يسنيت أكسي ديوي سوا سوا إموتي سينارا أكسي ديوا بيبري لو كاك دحكوا في رأيك في تريسيتي أبيبري يا ضرب اللي وتسيالارا في اللي سيثورا كان أكديني خطور تسينغارا وصا ديبون تاو زهرك صافيك دفكا كريم سلايين تحفظا كشيني سدوك ليثن أهدي السيونيك دي هضر سمحتي في الجغرافيا في الأسترونومي في علم الفلك وتفيه مرة السن كان بالله كيني صلاة المغرب ولا قران الزاد الوقت اني لقى غاسي الدن الشيخ المغرب نكون نشر رمضان غاسي الدن الشيخ الفجر نكون نش صحور مازال درسنو 20 مينوت هو لقي لا ورنا ماشي في الجزائر دارت دي مانيير جينيرال اللي كانت تسوغا وكان دالي غا تضرب في الامه تنسلم ايه ظل الغاشي الفجر وياض مازال في السن حليل وناقش مستني ضيغ راه شي قار هاو صلاه الفجر ذو كالندري نو مازال غادي طلام اي صغار شويه الاسترونومي تصدق كل شويه لكن غا بيبري اش قال قالوا اذا غنروح ذي قالوا انا عامي صافي خربغا كود الدحيساوك مي لقانو غالا نفكا زالي ثموسني مانو غالا نفكا زالي ثموسني يوم دين غوري زميرة دي روحسا جنيور الارشيتكت أسيني خدمي كونسلتاسيا خدمي الوبيراسيا نتساقوا ذاك خطر تزمر ديجا دي لمدسان سمقل لسبيسياليتي إلا قال مقل ما نفى لسبيسياليست نستثور الاكسبرينس إلا عندك شحال يصير لامدسين أكيني سعر 30 سنة شيني وي إيك شيني كيف كيف سعر كان 4 سنين نوم ديجا نوالك مزيضة وقيوي 30 سنة الله يبارك يخدم لي زوبيراسيون خطر نقود في الزمر النغ لي سبيسياليتي تنتقادر ذي ثموسني النظام ما ذي الشرعيث نورمال وي البروبليم انغرق الى اخره سولتو ذي زمالا قلنا غادي السوحاشن خطر الكتب ياكل المطولات وغانتزايث في الغاشي باش تنتغرن ان دوا فقه الراوي صافي لقد سؤال فقه
ولغته من اللغة ستادير مدياوي الحديث يزار الضبطينس ولي فغادي غير كتاب دلائل الإعجاز ويثي خدمن واحد من أقطاب اللغة العربية اسمه عبد القاهر الجرجاني إيش دي حكو العجب نتسى ذي حدد بوال ذي تعرف نغدوي السيباويه معروف كذلك معروف أدوي الزمخشري ساس البلاغة ميدن تقن حبس واماني وكذلك ذي نشوال نسان اللغة مطلوبة يا شيخ مولاش اللغة كثعيون على الضبط ضبط الرواية ضبط الصياغة ضبط الصياغة وزر مما تنقيط ذي القرآن لم يكن منقط ولا الأشكال للضمة والفتحة ما كانش الحركات قصة أبو الأسود الدؤالي زر مكذا بشاوت الضمة الضمة ذي الفتحة هنا يسحبس جمع دين يا ربيك تسين القرآن في حفظها ميسن اللغة اسم اللغة جمع دين يا ربيك صافي تغلظ أنت مخطئ فيما قرأت صافي اللغة راهي تسهم ذا غرفال سيك غرفال وبعدين يهضر ذا في الورع الخوف الربي يهضر والضبط الضبط ضبطان ذينيش وضبطيه ذي دين ننسى مما نغال ذا شدنا العلماء في الضبط إنيك الضبط ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب ذا شو المعنى إيز ضبط كتاب مثاروض ضبط صدر معناه ذينك حفظ إلا وين أدير مثلا كيني ما كتب حاجة وتسقوى ذرا مي شفايا شوية كان ويظن الله كيني كيني مني غاكد حاجة شفي غاس شفي غاس داين أسي شفوس الكلمات وذا كي مخلف الغاشي مخلف الغاشي كل يونا شو سيفك ربي المعنى يس الضبط مهم أي غر من قواعد يخذ من علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها بالنسبة للسند ماشي للمتن السند إزمركين الفلاني ضبط ثبت معنى يشفو أين الدقار مضبوط ويظن يظن أبي بيري أبي بيري نيو سكن القيمة لكن في وضع الرواياتي كذوايض أنت فتقينك خطر الشيني معروف بالضبط المدينة وعدالته عدالينس أخلاقينس سيرينس إلى آخره وكونه مزكى بالاختبار سبحان الله أي وقي في قرية وين تجربه وكونه مزكى سوى شو بالاختبار يعني بالتجربة يعني تجرب ذقين يعني وقي الراوي الرواة جربوا في بالاختبار اختبروا فزكاهم الناس ذيني مي العلماء الفلاني راه مزكى سوى شو الاختبار والاختبار يعني معنى بالتجربة والممارسة زرت كانت ولا سمحتي القرآن الكريم جل من لا يخطئ لكن ما لازم نغلظ نغلظ القرآن عادي مما تفضل الإمام يخدم خير نقدر زيك الشيخ نغزيك حرش مليح سعنو مقارنة خرر أخررني أحسن وسيلة باش حرز القرآن ده خرر إيه الشيخ نزيك يفن وقال انتورا بمسافات زيك نسن الشيخ جامع ذي غلط القرآن الكريم جامع أذي غلط أذي الظل تراويح سقسم زوارو ألم يكفى رمضان زيرو فوت سن تيمونياج أتي دفكر أتي دفكر ويا ذي كشفانا جامي غلط شفيرو بسي ونشيخ ثروحاس ذي صورة الكهف ذي ثقرني ثروحاس الكلمة يولد مارشارير 21 آية وقال الزاوية لقد يولد ذفير
وتكمل راه كان كاين كادو لا مارشاريه راه من بعد سمحتي ثماثن غدا ولاكي اول مره يديني والغلظ نرى وكادي غادي نسمع عمر ثمن ساكر مي الساقي بالك تفقنا راه كان الغاشي بالك تفقنا راه كان الغاشي اتسنت الاخطاء في القرانين وبالك احسن حاجه ذي راجع سين الحزاب اللي ضغط ولا عوام كي نقول نغال نغال يون الحزب ذا نبذو عند السنقاس وكذا قال الله ديال سوا ساكن زريض اغرث كان يوث اللايا الها زولان كي جوث تمور في القرغاره ماشي ديال الجزائر ذي التراويح الزول سيوث الايه سورة الفاتحة من بعد يغردي في الآية ويركع من كفا شكني هناك هناك الزيف لنا فيك ولا نزل خمسة الآية فيك ولا عشرة الناس اش كيكون الناس يكون ينديكون والناس نكون ستين حزب دا دينك الوقت النية هو لقي لقديم زي ما لكينا يغراك مقارن خدمك في غادي نغا كرر خطر إذا تكرر تقرر ما يولي يكرر يكرر سيدنا ربي سبحانه ويتسويرا وحكي غاون داشو دينا الشيخ محمد متولي الشعراوي بعد الاستقلال ذي الجزائر يزول التراويح ذي الجوامع يوعال الشيوخ لا تزالن بلا النسخة بلا المصحف إن يسنا مشاكا فرنسا تخدم ثواغيث القرن وثنين وثلاثين سنة نورمالمون ودي قيمارة القرآن ذي ثمورة الجزائر ننسى الشيخ نكون نخدم الحزب الراتب حزب الراتب تسملي لنا تعاودنا كرر الشيخ الشعراوي انك الان عرفت السبب المثوري فهمه اي غير الشعب يقسني روح على القران اخطر سكررا اخطر الحزب الراتب الى خدما وثورا ديات صد الفتوى كيني الحزب الراتب لا يجوز وهذا مش يقول لكم سيضرا تقريبا ثوري الجوامع معظم الجوامع ولاش الحزب الراتب ونتي لها وين يحفظ القران غادي هذه خدمة لا ريفيزيون مراجعة ولو نحفظها راه غادي يسل هذه يحفظ والسلام لن يمغارن والله راه حفظنا 20 حزب عن طريق السماع صوم الزور نغد 20 زرقاء لا نكثر نغد كان الوسط عن طريق التكرار ما يسلغي الآية دائما ياسين والقرآن تسلم توجه تحفظ خطر يتكرر إذا تكرر تقرر نكمل إذن من المرجحات عند الإمام تاج الدين السبكي ندوى كونه مزكى بالاختبار أي بالتجربة والممارسة وحفظ المروي بعدين وذكر السبب ذكر السبب ذكر السبب مهم جدا لأنه في القرآن نتحدث عن أسباب النزول وفي السنة نتحدث عن أسباب الورود ومعرفة السبب مساعد ومحقق لأمرين الأمر الأول فهم المعنى من النص الأمر الثاني الثقة لأنه يسن السبب أدس فامخ لو كان يدينغ مثلا قال الله تعالى يا مقدمة الفتح مقدمة سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أنتم إلى أن يقول إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وفي قراءة يوم القيامة يفصل بينكم إن الله بما تعملون بصير لا يمكن أتفهم المعنى الآية ثقي بالتدقيق سوى ما تغرض سبب النزول ثورة اعتمادا على اللغة تفهم اللغة إذن اللغة العربية السنة تعرف تفهم المعنى من الآيات مي عمق الفهم وتتصوض الضارة سوى ما تسنض سبب النزول لي سيركونستانس ملمي يدنزل الآية ياك
نفس الشيء بالنسبة للأحاديث، يعني القصائد متعلقة بحاطب ابن أبي بلتعة تظهر في مقدمة الفتحة. ما إلى سبب الورود مع سبب ورود الحديث باش نفرق بين القرآن والسنة. صافي وذا مرحينيون سنغ السبب، ستادير كونه يسن السبب يسعى القراد زيادة فايض كونه يجديثون ديون يجيون تيستا مواصية كشيني سليط كان نانا كتيد نساكيني ميتي دينا جدي حضرغ زرغ لي سيركونستانس اشي ميدي جار جدي تيستامون اغديف كاين السن دركش تفض كان المعلومه باللي سلا الوصيه اكي نغض عطيك الصحه ميا دياس يماك اشيني هاث انت لي كونديسيون اشيني وسد غراسي مضبراني مسوقان انت دارت ظلف ناس ادفنوا الجماعه نغ في ليكستونسيون اسم قفارت صديق اسم قفارت وكذا وكذا من بعد جدي وصى إنا كين كيني مريم ثاغ أتسجم خالي إيم سوقن انت دارث باش أخن إكستونسيون إثم قفرث أكن روسعا إنا سيد كومبلي إنت ما أنت ماشي فيك خطر نسيف كير دين ودفكي ضرك أنفن بلي جديثون إفغا ذي عيون ثالدارث إفغا ذي صدقة جارية يرناو سين تساكارة 10 المترات نغ 30 نزمات نسيو ظلم ماذا أنتير شرعا خطر يناد السنة الثلث والثلث كثير ما إلا لانت ديننا باري زمبل ثلاثة أقطارا نزمار دناوي أقطار كومبلي أما كي نزمار دنفك 40 مترة 50 مترة ستجي مهمة جدا ذكرها تجدين السبكي يناد والتعويل على الحفظ تجي مهمة خطر زيه يعتمدون على الحفظ أكثر ثلال نسع الوسائل أتصنت قضى هنا كونجيستريغ أرويد زيك عتمدن على الذاكرة الحفظ دون الكتابة وكونه من أكابر الصحابة ذا تجد الميزان برمي الموازين إدي فذر تجدين السبكي مرايلي ون من أكابر الصحابة وثقي معروفة ونفغانا ذي غر ثمسلقي أذي غر كتاب التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي وذي غير مقدمة بن صلاح وذي غير كتب علم الحديث أو علوم الحديث بشكل عام. بعدين ند والاقتضاء على الإشارة والإيماء ويرجحان على المفهومين ونغمد اللغة أن تجدين سبكي ثوار ثوار مليح شيف غديني والاقتضاء على الإشارة الاقتضاء ذي الحديث ندبر ذي البداية رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا الحديث باش نفهم له مقتضى كاردينال إلا كان خدم التقدير مش نفهم أنا لو المقصود بلي الأمينوس غلظارة كينا شكيونك شكيونك مش غلظارة تغلظ الأمة وتغلظ المسلمين وتغلظ العادي كل بني آدم خطأ وخل خطأين توابون ولكن الاقتضاء تجد يوثن دلالة ست دلالات يقلن دي علم الأصول اسمه دلالة الاقتضاء معناه نقدر تقدير أدنيني رفع إثم الخطأ رفع إثم النسيان الذنوب كان يولاش ما نزول تولى العيشة نغلظ يغلظ الإمام نغلظ الكني ونسعر الذنوب ولكن زمر أنغلط هذا وقيل مقصود هو الاقتضاء على الإشارة والإيماء ويرجحان على المفهومين أشو يقصد دقي يرجحان على مفهوم الموافقة وعلى مفهوم المخالفة بعد شو ديننا والنهي على الأمر ثم يكون دنيا في الأحاديث في كمان مثال هذه الظل يوان بعد العصر نافلة حتى والنهي مقدم على الأمر فيكون مخصصا له صحيح هناك أمر أنه أتظل ركعتين عبر عنها ابن عرفة بقوله لكل مسجد تحية وتحية المسجد الحرام الطواف في شمض الجمع صدر ركعتين معنى نرجو إلى الحديث ديننا
من نهى عن الصلاة بين العصر والمغرب. صافي وكي كلام تجدين السبكي، أنا أشرح ما يقول إناد والنهي على الأمر، والنهي ماشي والنهي خاطر يسد في السياق اللغوي، والنهي على الأمر. أم بعد وكيد الميزان إلى الميزان نظام، والأمر على الإباحة. الأمر كم يفيد شحال معنى؟ إما الوجوب غلا ما ربينا أقيم الصلاة، الأمر يفيد الوجوب. إما دينا ربي سبحانه أدخلوها بسلام آمينين، وكذا شوف الوجوب لا لا للإكرام. إما دينا ربي في سورة البقرة الآية 282 إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إسكو الوجوب الكتابة؟ لا لا أبدا، يفيد هنا للإرشاد. إن في أصلة السمي ديننا يا غلام سمي الله وكل اتش بيمينك وكل مما يليك مدقيم ثاقيث اتش كان زداثيك. ماذا يفيد كل الوجوب هنا؟ أبدا يفيد الندب. لو كانت تشم ثاقيت تشم سكسو أتوالى غيون يدي باسي لا ليميتين سي تشادر غورك سولتي مي ولا كا زرودية غي ولا يفغى غادي تشصغورك السند الحرام خاطي يتشادر غورك نورمال. إناس من الأدب تشكان زدافي ولا ثقيل السنة خطر كل أمر فعل الأمر وين نزرى راكين الأمر الوجوب سلام اقرأ الأجرمية اقرأ معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي اقرأ لسان العرب ميث غريضة تفهم بلي الأمر يسعى إما للوجوب إما للاهتمام إما للإرشاد إما للإكرام إما للندب إما للإباحة إما أكثر من 20 معنى يسعى بتشليون. لذلك أن سند والأمر على الإباحة ما يسد الأمر مقدم على الإباحة. يكمل الناد والخبر على الأمر والنهي كذا ترجيح يغالي الناد يعوذد وخبر الحظر الحظر معنى المنع على الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نهى عن بيع الغرر. طيب الوقت دي قرار باش نفصل وخبر الحظر على الإباحة المدينة وإنك وثالثها سواء بعد ند والوجوب والكراهة على الندب. الوجوب والكراهة مقدمة على الندب ترجح والندب على المباح في الأصح إلى أن يقول والوضعي على التكليفي في الأصح. نلقاكم في المجلس القادم إن شاء الله وقدر جغون ثلويث أرثم لله السلام ربي في اللون.